إذن رجعنا مشاهدين ومكملين معكم فقراتنا في شاي الضحى. تونا في البداية فاطمة كنا نتكلم عن كبار السن، وفعلا كبار السن يحتاجون منا الرعاية والاهتمام الدائم، ولازم نعلم أبنائنا الصغار على احترام الكبير سواء كانوا في العالية أو حتى في المجتمع. لابد من تقديرهم واحترامهم، والأولوية مثل ما ذكرنا تكون لهم. كثير من التفاصيل اليوم راح تكون مع ضيفتنا، لكن خلونا في البداية نتابع هذا التقرير. رجعنا معكم مع ضيفتنا في الاستديو الأستاذة الفي الشطي، باحثة نفسية في إدارة رعاية المسنين، ماجستير إرشاد أسري. حياة الله معنا أستاذة ومنورتنا في شاي الضحى. الله يحييك حبيبتي، يعطيكم ألف عافية بصراحة على المجهود اللي قاعد تبذلونه في الإدارة عندكم لرعاية المسنين. ودنا نعرف أكثر عن هذه الإدارة وشنو دورها في المجتمع. طبعا احنا ادارتنا انشات 1998. هذه الاداره هدفها الاساسي ان ترعى كل المسنين وترد لهم الجميل مثل ما هم كانوا يقدمون للوطن في عمر الشباب وعمرهم اقل من 65 سنه. حاليا هم يحتاجون اللي يرعاهم، فاحنا نحاول نخدمهم في عده مجالات. اول شيء احنا عندنا الرعايه الايوائيه. الرعايه الايوائيه يعني المسنين اللي ما عندهم اهل. زين، واحنا ما عندنا حالات حقوق للامانه، يعني كل المسنين اللي كانوا موجودين كم ما عندهم أهل نهائيا من الدرجة الأولى، فبالتالي هذيلا نحطهم في دور الرعاية اللي عندنا. عددهم 27 فقط في كل الكويت. فمعناتها النسبة مقارنة في إن عندنا 60,000 مسن بالكويت، هذه نسبة لا تذكر. إنزين، عندنا النوع الثاني اللي هي الخدمة المتنقلة. هذه الرعاية منزلية، احنا نقدم حق المسنين رعاية منزلية، بمعنى ان المسن اللي ما يقدر يلنا يراجعنا او يبي يروح مثلا طبيب مو قادر، احنا نقدر نقدم له خدمات نفسية واجتماعية صحية، وايضا بعض المستلزمات الطبية اللي يحتاجها، وبعض الاستشارات التغذية نفسها. فاحنا كل هذه الاستشارات نقدمها له خلال بيته. عندنا الخدمة الثالثة وهي الرعاية النهارية. الرعاية النهارية شنو عبارة عن؟ المسن بالنهار ما عنده شيء، وكل يعني اغلب المسنين يكونوا متقاعدين عن العمل. فعندنا احنا تقريبا مثل خدمة ديوانية حق المسن نفسه. يقدر فيها في برامج تثقيفية، في برامج ترفيهية، وفي عندنا نوادي اساسا، نوادي لكبار السن. حلو الاهتمام الكبير هذا من قبلكم لكبار السن، لكن هذه الخدمات اللي تقدمونها هل في شروط معينة مثلا لازم تتوفر بكبار السن علشان يتم فعلا تقديم هذه الخدمات والرعاية عندكم؟ حلو، احنا الخدمات اللي عندنا هذه تتقدم، احنا كل كويتي وبالغ من العمر 65 سنة يقدر يستمتع بخدمات. من عمر 65 سنة؟ من 65 سنة وفوق. انزين، اني مثلا عندنا بطاقة الأولوية، ما يشترط الا انه يكون كويتي 65 سنه ويجيب معاه بطاقه مدنيه وصوره شخصيه فقط. ومعاملته تخلص في نفس الوقت. بطاقه الاولويه تعطي اولويه في كل المعاملات، مثل ما قلتي قبل شوي كنت تقولين ان احنا عندنا مثلا بالمستشفيات عندهم اولويه، الحين صارت في كل الكويت. في كل الوزارات عنده اولويه، ونس عنده بطاقه الاولويه هذه يقدر ياخذ الاولويه في كل المعاملات، وهذه فادت وايد من المسنين. يعطيكم الف عافيه، يعني صراحة احنا فخورين ان احنا ننتمي الى هذا الوطن العظيم اللي يرعى المواطنين في كل الفئات العمرية، منهم مثل الكويت، ماكو مثل الكويت بصراحة، وعطائها لأبناء هذا الوطن. ودنا نتكلم اكثر عن انواع الخدمات اللي قاعد تقدمونها في دور المسنين ورعاية المسنين. حلو، احنا الخدمات مثل ما قلت لك، احنا انا بركز الحين على الخدمات المنزليه. لان هي خدمات يعني فريده من نوعها، في وايد حتى من الدول العربيه ما عندها خدمات، تعتبر الكويت الرائده في هذا المجال. فاحنا خدماتنا اول شيء خدمه نفسيه واجتماعيه، بمعنى خدمه نفسيه اللي تكون ارشاد نفسي، تكون تقييم نفسي، يكون عندنا طبيب نفسي، عندنا ايضا طبيب اسنان لهالدرجه، عندنا طبيب اسنان يوصل للبيت. طبعا كله بالمجان كخدمة لكبار السن. إنزين، عندنا خدمات طبية، عندنا مستلزماتهم الطبية اللي يحتاجونها، كل هالخدمات إحنا نقدمها لهم. عندنا حاليا خدمة مواقف السيارات، إذا أنتوا لاحظتوا في المجمعات والجمعيات وغيرها الحين صار في مثل ما ذوي الإعاقة أماكن مخصصة، صار في لكبار السن أماكن مخصصة. هذا طبعا صار بعد القانون اللي ب 2016، واشتغلنا عليه والحمد لله الحين في كل المناطق تقريبا، كل المرافق بالكويت في هذه الخدمة. هذه تعطيه هو الأولوية في أنه يصفط، وعنده مصفطة الخاص ما يحتاج يتعب
يدور مصفط وكذا، مسافه بعيده او يصير زحمه وغيرها من الامور اللي ممكن حتى الواحد انه المفروض فعلا تكون الاولويه لهم. طيب استاذ، يعني في موضوع الخدمه النفسيه والاجتماعيه ذكرتي من قبل شوي بشكل عام الخدمات، انا ودي شوي نركز على الخدمه النفسيه والاجتماعيه. هذه الخدمه وايد مهمه امانه، يعني لما يوصل الانسان بعمر كبير يحتاج دائما رعايه اجتماعيه، يحتاج الى خدمه نفسيه بشكل كبير، فشلون هذه الخدمات تقدرون توفرونها لهم؟ هل هم يجون المراكز مثلا، او في احصائيات معينه بنسبه كبار السن اللي موجودين بالكويت، ومثلا ممكن تبعثون لاسرهم ان اذا محتاجين خدمه نفسيه ورعايه اجتماعيه؟ انا احس ان هذا الموضوع وايد مهم. احنا اول شيء احنا عندنا التقديم بشكل عام، اللي نعم. يحب ينضم لخدماتنا. عندنا الحين تقريبا 3800 مسن معانا، احنا نخدمهم في الخدمه المتنقله. في الخدمه المتنقله تجي لنا المسن ونشوف شنو ونزوره، كل اخصائيه نفسيه واخصائيه اجتماعيه اخصائيتين يزورونه بالبدايه. لما يزورون هذا المسن شنو راح يصير؟ يشوفون اذا في عنده احتياج اخصائيه نفسيه وارشاد نفسي، فتصير في اخصائيه متخصصه تكون معاه تقدم له الخدمات في ساعات حالات اكتئاب. طبعا هذه منتشره جدا في كبار السن. صحيح. في عندنا تقلبات مزاجيه عاليه بالضبط، طبعا لاختلاف الدور اللي يقومون فيه، وان الحين يعني اول كانوا نشيطين ومعتمد على نفسه وغيره من الامور، او الامراض اللي تصير لهم، لان تلاحظون في كبار السن عندنا امراض كثيره وكذي، فاحنا نقدم لهم خدمات نفسيه من هالناحيه. عندنا مرض الزهايمر، وهو مرض طبعا تعرفونه يعني غني عن التعريف، كل من الحين قام يعاني، ما في بيت ما في مريض زهايمر. فاحنا نحاول برامج تنشيط الذاكرة نقدم لهم، برامج علاج الاكتئاب نقدم لهم، خدمات اجتماعية أخرى مثلا. نعم. في حالة أن المسن قاعد يشتكي أن الأهل ما يعرفون يراعونه بشكل كافي. نعم. فإحنا ممكن خدمات اجتماعية، دورات تثقيفية، ممكن جلسات اجتماعية نعطيهم، فنقدر نعزز. نعم. دور المسن في البيت ونساعد على رعايته بشكل أفضل. نعم، حلو يعني أنكم قاعد تسلطون الضوء على هذه النقاط المهمة في حياة كبار السن، يمكن قاعد تفعلون دوره داخل الأسرة. ودي أتكلم عن جانب ثاني، تفعيل دور كبار السن في المجتمع. يعني أتوقع من أكثر الأمور اللي ممكن تأثر بكبار السن كونهم متقاعدين، لأنهم خلاص ما عاد لهم دور في هذا المجتمع، قاعدين في البيت ما عندهم وظيفة، هم تعودوا طول حياتهم أنهم أشخاص منجزين لهم بصمتهم في الحياة، صارت عندهم هذه الخبرة، وهذه الخبرة ما حد قاعد يستفيد منها. هل في عندكم مشاريع في أنكم تفعلون وتنشطون دورهم في المجتمع؟ مثلا هم مثلا يقدمون دورات على حسب تخصصاتهم. احنا عندنا حاليا عندنا مثل ما قلت لهم قبل شوي نادي البر ونادي البركة، هذه الناديين بالكويت، هذين الناديين متخصصين لكبار السن. شنو يكون في النادي هذا؟ هذا يخلي المسن يمارس هواياته. تعرفين المسن عامة ما يمارس هواياته، مثلا عندنا حق الرجال خدمة تصميم المسابيح، عندهم الفخار، عندهم مشغولات يدوية للنساء، عندهم السدو وغيره، فإحنا نكون عندنا تدريب لهم وتنمية مهاراتهم، بالتالي عرض مشاريعهم في المعارض يقدرون يعرضون مشاريعهم. عندنا بنفس الوقت يقدرون يقدمون إذا هم حابين يقدمون أي دورة، عندنا دواوين خاصة للكبار السن في أفرعنا المختلفة. نعم. يقدرون هم يقدمون فيها دورة أو يتلقون الدورات، يعني عندنا طرفين. حلو. نعم. طيب خلينا نتكلم عن نقطة وايد مهمة، يعني ذكرتي أنشطة وكثير من الأمور اللي تسوونها لكبار السن، لكن دور المجتمع، هل في مثل محاضرات وغيرها من الأمور اللي يتم توعية المجتمع لدور كبار السن وكيفية حفظ حقوقهم ورعايتهم وغيرها من الأمور؟ أنا أدري أن احنا مجتمعنا أكيد متمسك بالقيم وكل هذه الأمور، لكن أيضا في جانب ثاني، الجانب التثقيفي اللي قد يغفل البعض عنه، اللي هو خلينا نقول الأمور اللي يعاني منها كبار السن وغيرها، هل في هذا الدور عندكم موجود توعون المجتمع ايضا؟ اي طبعا عندنا هالدور. اول شيء نبدي من الصغر، اول شيء عندنا بالمدارس في كل المراحل احنا نروح نعطي محاضرات توعويه عن كبار السن، كيفيه. نعم. رعايتهم، طرق التعامل، نعطيهم دورات عن هالموضوع. اني بعدين على الوزارات المختلفه، هم احنا عندنا تعاون بيننا وبين بعض الوزارات ونقدم لهم هذه الدورات. إضافة على ذلك احنا نسوي بوثات تقريبا دورية في المجمعات التجارية. نعم. هدفها توعوي وتثقيفي للمجتمع عن المسن وعن شلون نقدر نرعاه بشكل احسن. نعم. عندنا ايضا مو بس هذا، عندنا ممكن احنا نسوي فلاشات، واذا تشوفون بعض الفلاشات
تنعرض في وسائل التواصل الاجتماعي نعم. عن كيفية مراعاة المسن نفسه. نعم، حلو أنكم أيضاً قاعد تتواصلون مع الناس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، اللي صار لها دور فعال في إيصال كثير من الرسائل لكل الفئات العمرية. شلون كان التفاعل معكم مع فعالياتكم في إدارة رعاية المسنين؟ والله احنا التفاعل جيد عندنا، احنا قاعد نقسم فعالياتنا نصفين، نصين، اول شيء ترفيهي او اللي تكون احتفاليات مثل اليوم احتفال اليوم العالمي للمسنين سنويا نقيمه، وعندنا ملتقيات، ملتقيات تكون صحيه، ملتقيات مثلا ملتقى نبيك ما تطيح او في بيتنا الزهايمر، شلون نوعي الناس، يكون مو بس ترفيهي ايضا توعوي، شلون نوعي الناس، يكون في محاضرين اطباء متخصصين في كبار السن. حلو. ويكون فيها ايضا اخصائيين تغذيه، يكون فيها ايضا اطباء نفسيين وغيره. نعم. بمناسبه اليوم العالمي لكبار السن، في فعاليه ان شاء الله اليوم راح تقيمونها؟ اي حاليا. نتكلم اكثر عن هذه الفعاليه او شنو الهدف من الفعاليه، وان شاء الله شنو الامور اللي راح تكون موجوده فيها؟ حلو، مثل ما ذكرت قبل شوي ان احنا كل سنه قاعد نقيم في اليوم العالمي للمسنين احتفاليه. نعم. وكل سنه يكون لها شعار، وهذا الشعار يكون مواكب لهدف من اهداف التنميه المستدامه. هالسنه الشعار هو رحله في المساواه في السن. هذا معنى الرحلة في المساواة للسن، هو الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة 2030. نعم. إنزين، هذا الهدف يسعى أن المسن ككبير سن يحصل نفس الرعاية اللي يقدر يحصلها وهو شاب، يقدر يحصل على نفس، قبل شوي ذكرت الأخت فاطمة أن المسن يكون مثلا يكبر بالعمر وما عنده شيء يسوي. نعم. أو مثلا خبرات، عنده خبرات قوية وما قاعد تستثمر. هني إحنا في هذا الاحتفالية قاعد نسلط الضوء على كبار السن ونقول شلون نقدر نستغل قدراته وشلون نقدر نخدمه بشكل أفضل. نعم. وأكيد تشوفون شنو ممكن يقدر يقدم للمجتمع يعني بالضبط. من خلال دوره الفعال علشان يكون يعني متواجد ويحس إنه له هذه القيمة، والناس فعلا قاعد تتفاعل معه مع سنين الخبرة اللي هو مر فيها، سواء سنين الخبرة في المهنة أو أيضا في الحياة، لأن الحياة مدرسة كبيرة تعلمنا كثير من الأمور. ودنا يعني نتعرف أكثر على الفعاليات اللي اليوم راح تسوونها. احنا الفعاليات اليوم راح يكون عرض فلاشات أساسية. نعم. شنو دور الكويت في تطوير خدمات المسن، شنو دور الكويت في تطوير او تطبيق لاهداف التنميه المستدامه في شان كبار السن. نعم. وشنو الخدمات اللي احنا نقدمها، هو تقريبا احتفال ترفيهي توعوي. نعم. طيب خلينا نتكلم استاذه شويه عن فائده الخدمات هذه اللي قدمتوها لكبار السن، ايش كثر تحسون فعلا انها غيرت بالمجتمع وفادت كبار السن ونحو الافضل؟ احنا دائما نقول هذا التطوير كله يحتاج يكون في فائده كبيره حق المجتمع يلمسها ايضا المواطن الكويتي، فايش كثر حسيت انه في فائده كبيره وتغيير ايضا؟ والله احنا يعني الواحد ما يحب يمدح نفسه، بس بشكل عام الاداره قاعد تقدم خدمات توفر على المسن وقت، توفر على اهل المسن وقت وجهد، قاعد تعطي توعيه وتثقيف، قاعد تعطي معلومات، قاعد تعطي دعم. الدعم الاجتماعي ساعات الانسان ممكن مو محتاج شيء، تلقى المسن ما في شيء بس يحتاج دعم نفسي واجتماعي. طبعا صحيح. حتى الزيارات النفسيه والاجتماعيه قاعد تعطي هذا الدور وتفيد. نعم. المسن وتحفزهم في ان هم يكونون يعني افضل ويكون دورهم فعال اكثر في المجتمع. استاذه ودنا نتعرف على ونبي نعرف بالضبط افرعكم وين في الكويت؟ حضرتك ذكرتي ان لكم اكثر من فرع. اي بالضبط. نعم. احنا عندنا بكل منطقه وكل محافظه فرع او فرعين. نعم. يعني بالعاصمه عندنا بالشاميه وبالسره، عندنا في مبارك الكبير بالقرين، عندنا في حولي مشرف. نعم. عندنا طبعا في رحاب وغيره من المناطق، عندنا. نعم. مناطق جديده قريبا تونا فتحنا في صباح الاحمد. نعم. صباح الاحمد فرع جديد عشان يخدم الفئه اللي هناك طبعا. اكيد. نعم. اكيد. يعطيكم الف. نعم. عافيه. وراح نرجع لك استاذه في كثير من المحاور ان شاء الله اللي راح نتكلم فيها، لكن راح نطلع الى فقرتنا القادمه. دائما نقول بان التربيه لها دور كبير في تعزيز قيم وسلوكيات مهمه للطفل، وخاصه في الاتيكيت. تابعوا فقرتنا القادمه ان شاء الله راح تكون مع الاستاذه شيماء الدويله.
رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى، واليوم هو اليوم العالمي للمسنين، ومعنا الأستاذة الفي الشطي. أستاذة، يعني الأسرة هي نواة المجتمع وهي الأساس في غرس الكثير من المفاهيم عند الأطفال، فشلون ممكن نغرس مفهوم احترام الكبار وطاعة الوالدين اللي فيها إحسان كبير وفيها خير مو بس للأسرة، للمجتمع كله؟ صح، كلامك عدل. الصغار، التعليم في الصغر كنقش على الحجر، فاحنا لما نبدي بالصغار هو هنا نقدر نأسسه لما يعمر الشباب وعمر اكبر من هذا عمر النضج. اول شيء الصغار، اول طريقه للتربيه اللي هي النمذجه. النمذجه بمعنى اني انا اخليه يشوف النموذج الصالح فيني انا كأم واب او كمجتمع، يعني حتى العم والخال واليد واليد، اخليهم تشوف شلون انا احترم الكبير. ما يصير انا اقول حق ولدي احترم الاكبر منك وانا ممكن استهزئ بوالديني قدامه، صح، او انا مثلا بالدور ما احترم كبير السن، ما اقدم له الاحترام، او ممكن ما اقدم له مساعده. فلازم انا ابدي بنفسي اول شيء، اكون انا النموذج الصالح للابناء، بحيث اني انا او الاطفال بشكل عام، بحيث اني انا ابين لهم مدى احترامي لكبير السن. هذا الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه مثل ما قلت لكم اياها هي بالتثقيف الديني. لأن التثقيف الديني للإنسان، لما أنا أعطيه القيم الدينية، الدين هو يعزز لنا القيم المجتمعية. صحيح. يعني قيمنا المجتمعية نستمدها من الدين وتتقوى فيها. فهذا رقم اثنين. رقم ثلاثة اللي هو أن نعطيه محاضرات توعوية، مثل ما احنا قاعد نسوي في إدارة رعاية المسنين، أن نعطي الطفل نفسه محاضرات في المدارس، وهم الأهل ممكن يعززون هذه القيم. نعم. حلو. أنا بقول شغلة، يعني صدق إحنا دائما نقول ما شاء الله السنين تركض بسرعة، والعمر يمشي، والإنسان ما يحس مرات إنه فجأة أنا قاعدة أكبر بالعمر، وفي مرحلة ممكن الواحد يكون فيها طبعا مرحلة إنه هو يكون كبير بالسن. هل في فعلا أمر مهم إن أنا لازم أتهيأ نفسيا لهذه المرحلة بعمر كبير وعمر كبار السن؟ يعني إحنا بنشوفهم نقول أكيد في يوم الأيام إن شاء الله إذا أعطانا العمر ربي العمر المديد راح نكون مكانهم، فهل فعلا الإنسان لازم يتهيأ نفسيا حق هذه المرحلة؟ هو مشكلتنا الأساسية إحنا يركض فينا العمر، ونبدي من الدراسة، نخلص من الدراسة والله نروح انشغالات، نشتغل ونتزوج ونبيها، فما نلاحظ نلحق على عمرنا في هالموضوع. الموضوع فجأة نشوف نفسنا تقاعدنا. إحنا شوية مرتبط كبر السن عندنا بالتقاعد، عمر وايد التقاعد. وايد فالناس معنا، في ناس يتقاعدون أصغر من 65 سنة، إحنا قلنا عمر المسن 65 سنة، في ناس. صح. بس يصير شنو عندهم من وانس يصير متقاعد، شنو يصير فيه؟ يقول خلاص أنا وقفت مني الحياة، أنا ما راح أقدر، معتقد خلاص يعني عند الناس خلاص أنا الحين لازم أقعد بالبيت وأنطر أحفادي يقولي، وأنا والله لا كني مريض وكل يوم بالمستشفى. لا، إحنا عندنا مفهوم ثاني. أنا التقاعد هو مرحلة جديدة من الحياة، بالعكس هي المرحلة الأجمل بالحياة. ليش؟ لأن مسؤولياتي خلصت، كاستقرار مادي أنا استقرار المادي زاد، المفروض المفروض إن أنا عندي مستوى مادي معين، الاستقرار الأسري أنا عندي استقرار أسري، ابتهال ربيت وما عندي مسؤوليات من هالأشياء. فأنا المفروض هذه فترة الاستمتاع، فترة الاستمتاع اني انا اشوف انا شنو هواياتي وانا شنو ميولي واقدر اطورها. نعم. زين، قبل لا نتقاعد احنا وايد ننصح كبار السن والمقبلين على التقاعد انه قبل لا يتقاعدون يسوون خطة للحياة. ماذا بعد التقاعد؟ هل انا ودي اتطوع؟ هل انا ودي مثلا اقضيها رحلات وسفرات؟ هل انا ودي احلى مشروع هذا السفر راح يكون وايد حلو اكيد. اي السفر، السفر ممتع. صح. وكل انسان عنده هوايات، واحنا بالكويت ما شاء الله شعب يحب السفر. صح. فممكن انا اخطط حق السفر حتى، واخطط اني انا شنو اقدر اتطوع، لان العطاء يعطيني قيمه. لان انا لما افقد دوامي، الدوام او العمل شنو يعطي للانسان؟ قيمه تقدير الذات. فانا لما اتطوع هذا يكون نوع من انواع تقدير الذات وتحقيق الذات. فالتطوع هم شيء مهم، فاخطط انا شنو راح اسوي لمرحله التقاعد. ما اتقاعد الا وانا عندي بلان كامل انا شنو راح اسوي، وبالتالي احنا الانسان يتهيئ نفسه. يعني لازم من الحين احنا مخططين، يعني مثلا حق هذه الخطه، يعني شنو ممكن واحد يسوي؟ الناس اسمع هذا اللي قاعد اقول لك، انا احس انه فعلا شلون واحد يعني يخطط بهالعمر، ولا يعني ينطر من يدخل بالخمسين كذي شويه قاعد يخطط؟ لا، اهم شيء التخطيط، ان انا اول شيء اهتم بنفسي وبصحتي وبثقافتي. لان لما اهتم بصحتي وانا بعمري بالعشرينات والثلاثينات، لما اكبر ليه الستينات راح تكون صحتي افضل من انسان مو محافظ عليها. بلس اني انا امارس الرياضه، وابسط انواع الرياضه هو المشي. نعم. انا اقدر لما اكون
صحية أكثر، أقدر لما أكبر أعطي أكثر وأستمتع أكثر في حياتي. نعم. فإحنا نقدر من الحين نهيئ نفسنا حق بعدين. شفتي فاطمة؟ بقيت أول ناس يعني معناته لازم من الحين نهيئ نفسنا. لأني أفكر إن خلاص يعني بس أعيش الروتين في إن أنا خلاص يعني محافظة على صحتي أوريدي، مأمنة نفسي، قاعد أحط بصمة في شغلي في المجتمع علشان ما أخاف من المستقبل. صح. صح. بالضبط صح كلام. في ناس يمكن يحاتون المستقبل، مو مسوين خطوة، مو ما قاعد ينجزون، ما قاعد يسوون شيء، مو مأمنين نفسهم في هذه الحياة. فإحنا لازم نأمن نفسنا. يعني أتوقع حتى الجانب المادي من الأمور المهمة أن الواحد يفكر فيها، حتى لو خش له كذي مبلغ حق الزمن. صح بالضبط. نعم. أودي أتكلم أيضا عن نقطة المزاج والأعصاب. يعني كثير من الأشخاص يقولون في التعامل مع كبار السن تواجهنا هذه الصعوبة، أنهم أحيانا يكونون مزاجيين انفعاليين، فشو ممكن إحنا نتعامل معهم ومع هالنقاط هذه ونتجاوزها؟ إنزين، قبل أن نقول شلون نعالجها لازم نعرف أسبابها. صح. أغلب الأسباب الأساسية أن هي تكون أن هذا الإنسان، هذا الكبير في السن، يعاني من آلام مزمنة. آلام مزمنة، تخيل أنت عندك عوار ضرس، يقعد يندح عليه طول اليوم، ما راح تكون عصبية؟ طبعاً أكيد. صح. زين، فما بالك المسن اللي يكون هذا العوار ممكن يتم أشهر وسنين. فإحنا أول شيء لازم نطالع الجانب الصحي والآلام هذه، نحاول نسوي لها كنترول. صح. نسوي لها تحكم فيها ونقللها. شغلة ثانية، كبار السن أغلبهم يعانون من مشكلات في النوم. خلنا نتخيل نفسنا احنا الحين اذا ما نمنا يومين ثلاثة عادل، شنو راح يصير فينا؟ اعصاب وما نقدر نتحمل وكذا. كبير السن نفس الشيء، وهو قاعد يعاني على فترات اطول. فاحنا لازم نضبط ساعته البيولوجية بالنوم بحيث ينام بشكل سليم، ينام الليل ويقوم النهار. هذه الساعة البيولوجية سبحان الله من الله، اذا ضبطت الانسان مزاجه يتحسن. طبعا صح. صح. الشغلة الثالثة الاعصابهم، لان يحسون ان ما في تقدير لهم. ليش ما في تقدير لهم؟ لأن كان أول عندهم وايد إنجازات، خصوصا هذه اللحظة في اللي كان ماسك منصب معين أو في وظيفته كان يؤدي عمل مسؤوليات كبيرة. نعم. العمل كبير. فاللحظة لما يكبر بالعمر شنو يحس؟ يحس إن أنا الحين ما عندي شيء، ما عندي دور، فيبدي يعصب عشان يفرض شخصيته. زين، إذا عرفنا هالأسباب، أول سبب اللي هو الآلام شنو نسوي فيه؟ عند الطبيب. هذا مو اختصاص احد، انه عندي الطبيب نحاول كثر ما نقدر. النوم اساسا في طريقتين. الطريقه الاولى والاساسيه ان حتى المسن لو ما يطلع، نفرض انه هو المسن هذا مقعد او غير قادر على الحركه، انا اهيئ له الصبح جو في شمس. اذا ما عنده دريشه يعني اضعف الايمان افتح الدريشه، ما عنده دريشه يكون الليت ابيض بحيث انه هو يشوف نهار. من يجي على المغرب نبدا نخفف الاضاءه. حلو، عشان هو شوي شوي الجسم سبحان الله يفرز مادة الميلاتونين ويتعود ان جسمه ينام بشكل سليم. نعم. انزين، ونيجي على النقطة الأخيرة واللي هي ان دوره يكون مو واضح. انزين، او دوره اختلف عن قبل ومسؤولياته قلت. هني بدنا نعطيه مسؤوليات صغيرة. يعني تلاحظون ان كبار السن يستانسون ونقول لهم جاب له ولدي اليوم الحفيد، يحبون يجابلون حفيد، يحبون مثلا يكون عندهم مسؤوليه صغيره. صح. تلقونهم يناشبون الخدم. صح. لان هم يبون مسؤوليات، فاحنا لازم نخلق لهم مسؤوليات معينه. نعم. ونحسسهم ان احنا معتمدين عليهم، ما زال دورهم مهم، ونسمع لهم وناخذ برايهم. هذا دور. نعم. كبير داخل الاسره، لازم يكون فيها هذا الترابط عشان فعلا يصير فيها هذا التفاهم وما يوصل المسن لهذه المرحله. طيب استاذه، يعني ايضا في امر وايد مهم، الكبار بالسن وايد منهم يعانون من الوحده ويحس انه هو وحيد ويمر في هذه الظروف النفسيه الصعبه. احنا بدنا نعرف شنو اسباب شعورهم بهذا الوحده. يعني مرات حتى يعني هل لان الاهل ما يزورون بعض وايد، هل اول انه ممكن يقعد بروحه حتى لو بالليل، هم هذا يمكن الوقت اللي يقعد فيه بروحه هم يحس فيه بالضيقه. فشلون ممكن نتحكم بالموضوع هذا؟ حلو، اول شيء انت سالتين عن الاسباب. نعم. الاسباب الوحده الاساسيه توقعات الانسان نفسه للاخرين، توقعاته. نعم. من الاخرين، بحيث ان في بعض الاهل يربون العيال على أنه يحسبون لما يكبرون اليهال راح يظلون لهم، ما راح ينشغلون. بس لازم يكون عندهم توقع تعديل الأفكار، مثل ما احنا نقدمه في الخدمة النفسية بالإرشاد. نعم. النفسي، أن نعدل الأفكار الأساسية اللي تكون عنده من أنه هو يتوقع من الآخرين. لا، هو يبدي يتوقع من نفسه، أنا ما أقدر أسيطر. نعم. على الآخرين. طبعًا. وهو يمكن ما يكون هدفهم التقصير، لكن هي الحياة تأخذنا كذي، هي دورة. نعم. الحياة. يعني كل واحد عنده شغلة، عنده عياله، بيته، مسؤولياته. إيه، فلازم أول شيء نحول اهتمامهم من على الآخرين إلى الاهتمام الذاتي بنفسهم. نعم. اهتمامهم بنفسهم. زين، الشغلة الثانية
الثانية أني على موضوع أن الأصدقاء هم فاقدين أصدقاء، يعني عامة كبار السن يكون مثلا عزيز يتوفى له، صديق مقرب، فهذا شيء، أو مثلا شريك الحياة. صح. فهني نلقى يحسون بالوحدة بشكل أكبر وايد. طبيعي هالشيء يصير أكيد مع هذه الظروف. بالضبط، ويصير عليهم صعب تكوين الصداقات. فإحنا مثلا كدور كإدارة رعاية المسنين، هذا واحد من الأشياء اللي إحنا نسويها، إنه مثلا ديوان الرعي الأول والدواوين اللي إحنا نقدمها ونوادي كبار السن، نساعدهم إنه يكونون صداقات. حلو. ناس مع اهتمامات مشتركة وعمر مقارب، فبالتالي هم يكونون صداقات. نعم. ويصير عندهم لقاءنا، فهذا يقلل من شعور الوحدة. نعم. هني شغلة ثالثة على الأهل. صدق ساعات بعض الأهل يكون يغفلون على موضوع أن شلون طريقة أنا، يعني إحنا قاعد نزور أهلنا مرة بالأسبوع. لا، أنا أفضل إذا كان عندي أكثر من طفل غير الزوار الأسبوعية، حتى لو ساعة باليوم، واحد كل واحد فيهم مثلا من الأبناء يزور ساعة باليوم. صح. هذه الساعة ممكن كفيلة أن تعطي شعور بالسعادة شوية. نعم، وتحفزه يعني، تعطي هذا التواصل اليوم الجميل مع الناس القراب من هذا الشخص. أنا لما أسافر برا أشوف دائما كبار السن، ونظرة المجتمع أيضا في الخارج لكبار السن تكون مختلفة، حياتهم، روتين حياتهم، اهتمامهم بالرياضة، حتى الأزياء والمظهر الخارجي يكون مختلف. هل نظرة يعني المجتمع تفرض بعض الأمور على كبار السن عندنا؟ لأن أنا استأنس بصراحة لما أسافر برا أشوف حتى كبار السن ينافسون الشباب ويشتغلون مع الشباب، وهذا شيء وايد إيجابي. ليش ما نشوف هذه الأمور الإيجابية أيضا عندنا في مجتمعنا؟ كلامك صح 100%. أول شيء قبل هذا كله، إحنا نظرتنا المجتمعية مثل ما قلتي، إن المسن لما يصير عمره شوية كبير خلاص المرأة عيب تطلع من البيت، عيب تلبس ألوان حتى. صح، يقول ما أدري من حط هالقانون هذا بصراحة. ما يخلونها تلبس ألوان، الشايب يقولون لا خلاص دير بالك، لا تلعب رياضة، لا تطيح، لا تكسر. مثلا من باب البر، حتى في ناس مثلا يكون كجهل، من باب البر أنا ما أخلي أمي تجيب هي الماي تتقوم تتحرك، لا أنا أروح أجيب لها الماي. هذا شيء يضر المسن ما يفيده. ليش؟ لأن المسن لازم يمارس الرياضة، يمارس الحركة، لأن بالحركة بركة. طبعا. وكثر ما الإنسان تحرك ومشى وقام بدوره، يعني بأدوار، حس أنه هو أصح. أنتي تخيلي حتى وأنتي مريضة، إذا مريضة فيك إنفلونزا أو شيء كذي، وقعد تحتي بالفراش، راح تطول مدة شفائك. عكس لما تكون أنتي مريضة ورحتي والله قاعد تحاولين كثر ما تقدرين تقومين بمهامك اليومية، راح تصيرين أحسن. فبالتالي المسن نفس الطريقة، أنا لازم أول شيء أخليه كثر ما يقدر يمارس أدوار مثل ما أدواره السابقة. نعم. نشاطه، إذا كان عنده نشاط رياضي يبدي يستمر بالنشاط الرياضي. واليوم على الطاري في الاحتفال اليوم العالمي للمسن، عندنا واحد من المسنين عنده جائزة بالتسلق ما شاء الله، واليوم قاعد يقدم لنا محاضرة ما شاء الله. أي. فالمسنين إذا كذا ما شجعناهم فيهم قدرات. هم ليش مثلا تقول فاطمة قبل شوي يعني برا تلقينهم يشتغل ما عنده مشكلة، لأن احنا مو ما في إن المسن لازم يتقاعد صغير، الإنسان لما يكبر عمر معين يتقاعد، لا هو لازم يشتغل عشان يحصل مصدر عيش، فتلقينا يقدر بنيته الجسمية حال بنية ترى المسن بالكويت. نعم. لكن هو شلون الأفكار الداخلية، لأن أفكارنا هي تتحكم في معتقداتنا. نعم. معتقداتنا الداخلية. نعم، إن شاء الله يا رب دائما إحنا نعطي هذا الحافز والدعم، يعني المجتمع يدعم خلينا نقول أبناء المجتمع نفسه، فالواحد لازم يكون عنده هذا الحافز بأن أنت تقدر تنجز، ولما الحينك بصحة وعافية، هذه الكلمات التحفيزية اللي تخلي الواحد يحس إنه هو عنده هذا النشاط كبير. على العكس لما نقول له انت والله حيل مريض وتعبان والله يعينك، وانت ما يندرى ما تقدر تتحرك شويه، الواحد يحس ان هني فعلا انا ما اقدر، لازم يكون في تشجيع كبير. طيب هذا يجيبنا حق موضوع الامراض المزمنه، يعني ذكرتي استاذه في بدايه حوارك ان الكثير من كبار السن يعني واغلبهم تقريبا يعانون من امراض مزمنه، هني دور الاهل وايد مهم في هذه المرحله ان يساعدونهم يتخطي يعني خلينا نقول هذه المشكلات، وشويه يخففون عليهم هذه الالام، لان مثل السكر، الضغط وغيرها من الامراض المزمنه اللي تصير عند كبار السن، فايش كثر لنا دور كبير ان احنا ممكن نساعدهم في هذه المرحله. حلو، مثل ما قلتي الامراض الاساسيه اللي عندنا احنا امراض الكويتيه، الامراض اللي كل الناس عندهم اياها، ضغط وسكر، هذه امراض مزمنه، بس نقدر نسوي لها كنترول، نقدر نتحكم فيها اذا كان في تغذيه سليمه. نعم. وكان في متابعه دائما مع الطبيب. نعم. فهذا الموضوع نقدر احنا نقدر نتحكم فيه بحيث انه تقل اثاره، اذا بدال ما انه مثلا الاعصاب اللي بالعين تخترب بكر، نقدر لا والله
طول المدة الزمنية ممكن كثر ما سوينا تحكم في هذه الأمراض كثر ما عطتنا زيادة، عطتنا وظائف للجسم أكثر صحيا. إنزين إني على الأمراض هذه المزمنة في ساعات قضاء وقدر، الإنسان مثلا مرض كانسر أو مرض بعيد الشر عنكم أو مرض باركنسون أو غيره يصير في كبار السن ويكونوا معرضين بنسبة أكبر، شنو دوري أنا كذوي المسن نفسه الأبناء أو القائمين بالرعاية نفسهم؟ أول شيء أن أنا ما أيأس من الحياة دائما، حتى لو مرض ما كان في أمل أقول في أمل لأن في الله. صح إحنا كمسلمين حلو أن عندنا الله، الله هو اللي يعطينا الأمل مالنا أن مهما كان كل شيء بإيد الله طبعا. صح؟ في الله ممكن قادر على كل شيء، كن فيكون. فأنا أعطينا قيمة الأمل لأن طبعا هذا وايد مهم. بالضبط، الإنسان إذا فقد الأمل شنو راح يصير فيه؟ يأس. راح ييأس، وييأس مناعته تقل. سبحان الله الإنسان كائن حساس جدا، والمناعة لها قدرة عظيمة على شفاء المرض وعلى تفاقمه على حسب أنت حالتك المزاجية. يمكن إحنا نلاحظ وايد في ناس تكون حالتهم المزاجية وايد زينة وعندهم تفاؤل حتى أصعب الأمراض تطيب منهم، في حين إن في ناس معينين يكونون لا والله مرض صغير ممكن خليهم يحسون باكتئاب ويفقدون الأمل بالحياة. فأنا هني الدور الأساسي إني أنا أعطيهم الأمل وأعطيهم الرعاية الصحية المناسبة. نعم أستاذة، ودنا نعرف شنو هو التشيخ النشط؟ التشيخ النشط، التشيخ عفوا، أي التشيخ النشط هو مفهوم جديد يسعى إن الإنسان لما يوصل عمره 65 يكون بقدراته وهو عمره 30 و40 و50 سنة. نعم. بمعنى شلون هذا المفهوم يصير؟ إن في أنا عندي عمر زمن. نعم. صح؟ هذا عمر رقم. صح؟ أي 10 سنين، 20 سنة، 100 سنة، whatever. نعم. وفي عندي عمر بيولوجي، أنا نعم. وظائفي البيولوجية والحيوية شلون تقدر تشتغل؟ صح. فهذا العمر ما له علاقة في هذا، إذا أنا حافظت على جسمي وحافظت على إمكانياتي أقدر أنا أوصل في عمر 65 لأداء وطال انسان عمره 30 سنه و40 سنه. نعم. زين شلون اسوي هذا التشيخ النشط او التشيخ الناجح؟ نعم. اني انا اول شيء احافظ على صحتي، مثل ما قبل شوي اسماء سالتني السؤال قلت لها لازم احافظ من الحين، انا من الحين احافظ على نفسي، انا يكون نعم. عندي فحوصات دوريه. نعم. صح، يكون عندي ممارسه للرياضه، انا اي مشكله صغيره ما اهملها عالجها دايرك، يكون عندي ممارسه للرياضه، يكون عندي تغذيه سليمه. احنا نعرف ان الاكل عنده القدره انه يزيد من الذاكره، عند مثل عندنا المكسرات. صح. ممكن هذا لما ادخل غذائي اليومي المكسرات شنو راح تعطيني؟ راح تخلي فيتامين اي، والفيتامين اي هذا راح يخلي وظائفي ذاكره راح تصير احسن. نعم. وهذا يساعدني. القراءه شيء مهم جدا اني انا احافظ على الذاكره. نعم. واقلل من مرض الزهايمر. طبعا اكيد امور بسيطه الصراحه، يعني ما تحتاج الى مجهود، موجوده في حياتنا اليوميه، لكن الاهمال والكسل عند البعض للاسف هو اللي يخلي الواحد يطيح بالكثير من الامراض. لازم الانسان يهتم من بدايه حياته، الام تهتم باطفالها من الصغر، الصغار بعدين يكبرون يهتمون بنفسهم وحتى يهتمون باهلهم. استاذه الفي الشطي يعطيك الف عافيه على هذا الكلام الجميل، وقبل لا نختم ودنا كذي كلمه بمناسبه اليوم العالمي لكبار السن حق الساده المشاهدين. أول شيء أقول لكم كل عام وكل مسن بألف خير. إنزين، وإحنا دائما في بالكويت، الكويت رائدة في أن تحسن خدماتها للمسن عشان ترد للجميل، فهم كفوا ووفوا في طول عمرهم مراحل حياتهم، فالحين إحنا دورنا أن نخدمهم ونسعدهم. نعم. شكرا لك أستاذ الفي الشطي، وإن شاء الله راح نكمل معكم فقراتنا وفقرتنا الأسبوعية أسرار أبرار وأسرار الألوان كبيرة أسماء، يعني طبعاً. أنا أحب الألوان الزاهية كذي، أحس تعدل النفسية والمزاج، واليوم أنا وياك مطقمين باللون مثل ما نسوي دائماً يعني. من الألوان بصراحة المفضلة عندي اللون الأحمر، أحس كذي فعلاً يعدل المزاج، وكل إنسان وذوقه على حسب شو اللي يناسبه. أسرار الألوان راح نتعرف عليها مع الأستاذة أبرار الهولي، تابعوها.